أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. اقتحم شخص جامع عبد الله بن عمر في حي البنوك بالعاصمة بغداد خلال خطبة الجمعة، وتهجم على خطيب الجامع، حيث لاقى هذا التصرف رفضا قاطعا من قبل العراقيين ومن قبل النخب الواعية التي تحذر من مثل هذه التجاوزات والتي تهدف إلى إعادة الطائفية في البلاد. وقالت هيئة علماء المسلمين في العراق بأن أحزاب العملية السياسية تصعد وتحرض طائفيا، وهو ما يهدد السلم الأهلي ضمن محاولات إعادة استهداف النسيج المجتمعي العراقي لصرف الأنظار عن واقع العراقيين المؤسف. وأشارت الهيئة إلى تعرض جامع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في حي البنوك ببغداد لاقتحام من أحد الذين شغلوا منصبا قياديا في الميليشيات الطائفية أثناء خطبة الجمعة، حيث قاطع الخطيب محاولا فرض أفكاره على المصلين مع سيل من تصريحات التهديد التي تفوه بها. وأوضحت الهيئة بأن اقتحام المسجد هو تجاوز خطير سيفتح الباب على انتهاك حرمة المساجد وفرض الوصاية الدينية والفكرية عليهم، كما أن فرض حالة الاستعلاء الطائفي التي يشهدها العراق تأتي متزامنة مع أكثر مراحل العملية السياسية انحطاطا وفسادا. دعونا نتابع هذه اللقطات المتداولة للحظة اقتحام أحد العناصر الميليشياوية لجامع في حي البنوك بالعاصمة بغداد خلال خطبة الجمعة يوم أمس. وانتبه معي، رب تصريح، رب تلميح أحقر وأشر من تصريح. قال الشيخ استريح، تكلم عن المشركين، اتق الله جل وعلا، اللهم اجعلنا من المتقين. أي واحد يمديه اللهم إن متعتهم إلهي، اللهم اسمع. تعليقات فيسبوك حول هذا الموضوع، كثير من العراقيين علقوا وغردوا واستهجنوا حول هذا الاقتحام هذا العنصر. أحمد يقول خطر على السلم المجتمعي، وهكذا تصرف لا يجب أن يمر مرور الكرام. يتساءل الدولة وين، ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله. سيف فاضل يقول العصابات الحاكمة هكذا فكرها، وهي من تدعم هؤلاء، شلون تريد يحمون دور العبادة والحرس بالباب موجودين ويخافون يدخلون لأن يعرفون مدى نفوذ هؤلاء، لأن الحكم هو حكم عصابات ليس دولة وعلم. يوسف هندي يقول يجب اتخاذ إجراء سريع بحق هذا الشخص، سابقة خطيرة وإهانة لحرمة الجامع والمصلين. سيد ناظم أبو مصطفى يقول السبب الرئيسي لكل ما يحصل في العراق من انفلات وعلى كل الأصعدة هو غياب تطبيق القانون نقطة راس صدر. نعم. الكهرباء في العراق ملفنا الثاني. الكهرباء أحد هموم العراقيين التي يبدو أن لا يراد لها أن تحل من قبل الحكومات المتعاقبة على حكم العراق منذ 20 سنة. هذا القطاع صرف عليه أكثر من 90 مليار دولار منذ عام 2005، وتعاقدت حكومات المالكي والعبادي وعبد المهدي والسوداني مع شركات عالمية وعلى رأسها شركة سيمنز الألمانية لتوفير الكهرباء للشعب العراقي. لكنها اليوم على سبيل المثال انقطعت
على أغلب المحافظات العراقية بسبب حريق نشب في أحد محطات توليد الكهرباء، هكذا قالت وزارة الكهرباء معللة سبب الانقطاع التام على أغلب المحافظات العراقية. مقطع متداول على منصات التواصل الاجتماعي من محافظة البصرة لمواطن وهو يناشد بتوفير الكهرباء ويطالب بمحاسبة الفاسدين وإنهاء أزمة الكهرباء بالبلاد. فلنتابع. اكو كهرباء لا بالعيد، اكو كهرباء لا بمناسبه، اكو كهرباء. وبعض المسؤولين وبعض الوزراء وبعض النواب وبعض دول الروس الكبار يدرح قيمه للحسين وعنده موكب ويلطم وتبرى من عندكم الحسين. كهرباء ماكو لا بعاشور لا بالعيد لا بالصيف لا بالشتاء، لان كهرباء ما مفرين. كل الحكومات اللي اجت، واحنا هسه بسنه 2024 راح ندخل. نبقى مع المقاطع المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي حول أزمة الكهرباء في العراق، حيث وجه مواطن من محافظة النجف رسالة إلى دائرة كهرباء النجف يشكو فيها من انقطاع الكهرباء المستمر ومن عدم صيانة المحولات والكيبلات في حي الهندية في المحافظة، مما فاقم من معاناة أهالي المنطقة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في العراق. دعونا نتابع هذه الصور المتداولة. مناشدة دائرة كهرباء النجف، عم تلاحقوا حافظوا على أرواح الأطفال. وأشوف أطفال هاي طالعة بالشوارع، وهاي الكهرباء يومية طاقة ويومية محروقة. هاك شوف هاي كيبلات طاقة على العمود، وشوف شلون شوف حالتها بقى. شوف حالتها، هاي مناشدة دائرة كهرباء النجف. هاي المحطة أو المحولة بدور الهندية يومية محترقة ويومية معطلة، وأنا سواق فيها متعولة شعواط فيها. رحمة على والديكم، تلاحقونا حافظوا على أرواح الأطفال والوالد. نبقى مع ملف الكهرباء وحول الحريق الكبير الذي نشب في محطة كهرباء بمحافظة البصرة، والذي تسبب بانهيار الأحمال الجنوبية بالتزامن مع الانقطاع التام للتيار الكهربائي. دعونا نتابع هذه اللقطات التي تداولها عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي. ومع استمرار انقطاع التيار الكهربائي على المحافظات العراقية تستمر المقاطع المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك يستمر التفاعل حول هذه القضية وهذا الملف الحيوي. محمد الخطيب يقول: حريق في محطة كهرباء البكر في البصرة وتدمير أبراج في صلاح الدين حديثة، كل هذه الأعمال التخريبية يقول المقصودة بسبب الربط الكهربائي مع دول الخليج والأردن. الخط الأردني شرف على الانتهاء، لذلك كل ما ينجز شيء لازم يتم تخريب أشياء مقابلة حتى تبقى الجارة تحتكر ملف الكهرباء وتستخدمه للابتزاز والمساومة سياسيا. الحاج عبد الله يقول: يا أخي أين السيارات الإطفاء؟ يتساءل هل من المعقول محطة توليد كهرباء في هذه الأجواء لا يوجد فريق من الدفاع المدني بالقرب من المحطة؟ يقول: في أي دولة غير العراق تكون المعالجة بالسرعة وهناك طائرات كذلك؟ سيد حسين يقول: إحنا مفتهمين الإمام الحسين عليه السلام
غلط لأنه ظهر ضد الفساد وطالب بالإصلاح والعدل والمساواة والمحاربة الظلم والطواغيت، ونحن نعتقد بأن القضية الحسينية هي طبخ وبكاء مواكب وهيهات من الذلة، ونحن نعيش في وسط هذه الذلة والفساد. يتساءل رياض يقول: حريق مفتعل، التغطية على فشل الحكومة وأحزابها العميلة. معنا اتصال أبو عمر من الناصرية. أبو عمر، انقطاع اليوم، انقطاع كامل عن المحافظات العراقية وخاصة المحافظات الجنوبية بسبب احتراق في إحدى المحطات في محافظة البصرة، هكذا قالت وزارة الكهرباء. يعني الكهرباء هي أصلا تعاني وليست متواجدة إلا لساعات قليلة في المحافظات العراقية. يأتي هذا الحريق ليتسبب بكارثة أكبر، يعني هل يعقل بأنه محطة تحترق فتسبب كل هذا الانقطاع؟ مرحبا بك أبو عمر. أهلا وسهلا بك. وحياك أبو عمر تسين من أجريك. يا أهلا بك، حياك الله. طبعا يقولون هاي هات من التلج، مع الأسف طبعا والله العظيم مع كل الأسف، هاي الذلة، هاي الذلة تسلسون، هاي الذلة، هاي الأحزاب القذرة، هاي الأحزاب شوات الأحزاب القذرة اتجسفوا على الكهرباء مليارات، يعني 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 توليد محطة توليد تحترق، هاي وين جاكين هين؟ هاي اضحكون على الشعب، والله عمي عيب عليكم، تكون هيئات من الذلة وكمون دليت، وعيب عليكم، والله عيب عليكم، والله العظيم عيب عليكم، هاي الميليشيات دمرتكم، ما حق نشيع عليكم هذا، يا كهرباء، هاي من 2027 احنا بيا عصر كل تقطيع الكهرباء، يعني شغله ساعه اذا فيها خمس ساعات، هي وين هي الكهرباء؟ ما كنت الكهرباء اصلا بالعراق. قالوا لا، هاي المليارات راحت اصرفت على الكهرباء، اين المليارات اصرفت على الكهرباء؟ اسمعوني يا شعب العراقي، لا تقول بالله، لا تقول بالله، تقول عروسكم وتقول اما عروسكم، عمي كفى كفى بالله. كان معنا أم مصطفى من بغداد، تفضلي أم مصطفى. حبيبي أم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. يا أم شنو ذولا يضحكون علينا؟ بروح محمد يضحكون عليه، والله من البحر واليوم ماكو وطنية. نعم. يعني والله عيب عليهم، يا أهل يجينا بس يعب بجيبه، يا أهل يجينا، يا أمي يا كهرباء ما يسوون لنا وطني، يعني ما يقدرون بالعلامة يسوون هالكهرباء. لا ماي اكو، لا كهرباء اكو، يعني واحد يجي كله لقمه محمود، الله اكبر عليهم. الله يعينكم. يا يمه والله تعبنا، والله تعبنا، هلا عافيك، انا جلطه بيا، انا مريضه، يعني شلون ضل هسه شلون وين نروح؟ ماي ماكو، حتى ماي ماكو نسبع. نعم. يا ربي نزلنا واحد من منك من فوق من الله، نزلنا واحد بلك الله يرحم بينا، ما احسن من ذولا. الله المعين. انا اشكرك ام مصطفى من بغداد كانت معنا. معنا اتصال ابو امير من كربلاء، تفضل ابو امير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك حبيبي. احنا يعني كربلاء صحيح كربلاء، بس كربلاء مظلومه من ناحيه الكهرباء. نعم. كهرباء ماكو كربلاء، ومع ما عندك هذا محرم، وزياره زياره مليونيه، يعني بيوم العاشر من محرم تنطفي الكهرباء بها، مع ما الوزراء النواب كلها كربلاء. اليوم
يعني كربلاء ماكو كهرباء، احنا بياسنا بيا عهد احنا يرجعونا للعصر الجاهلي، نريد نعرف احنا شنو احنا، احنا مو بشر، احنا مو اوادم، احنا مو عراقيين، ليش يعني كهرباء يوم العاصمة محافظ كهرباء ماكو؟ يا محافظ كربلاء اسمعنا يا محافظ كربلاء، بس تخلي لي نشرات بالجلوبات بالشجر بالنخل، خلي لي جلوبات، ما صاير هيك ما كيت باوع الشعبك باوع جمهورك كم ساعة ناسك. كم ساعة انقطعت أبو أمير؟ ماكو اليوم ماكو كهرباء اليوم ماكو نعم اليوم ماكو كهرباء يا أستاذنا يا عزيزي. والمولدات ما والمولدات ما تتحمل المولدة كتساعة وقف علينا والله شنو حمد والله شنو حمد كتساعة وقف علينا وإحنا بطين نتجلوه إحنا وطعنا إحنا بيا عهد إحنا هسه إحنا بعهد التطور يعني محافظ كربلاء زيارة مليونية يطفوا الكهرباء عليها ما صار هيكي رئيس الوزراء إحنا الناشر وزير اليوم وزير داخلية وزير وزراء ونواب اليوم كل مجموعة كربلاء يعني ما لاحظوا ما صاروا يعني عليهم بصمة في المدينة ما يسألون على أحياء عن مناطق على أقضية عن نواحي ما في شيء ما صار المفروض يعني تكون هناك خطة طوارئ لهذا اليوم مثل ما أنت أشرت هناك يعني آلاف مؤلفة مئات الآلاف من الناس عشرات الآلاف المفروض يعني تأخذ خطة طوارئ لهذا اليوم لمحافظة كربلاء سيدنا العزيز احنا عندنا محطة الخيرات بغزة أم أربع محافظات نعم أربع محافظات يعني محافظة كربلاء ما مغزة من دولة حي من عندها ما في شيء سيدنا العزيز يعني احنا إلنا الناشط احنا إلنا الناشط إلنا نروح بس نريد نعرف والله يا ابو محمد يعني اذا صار فين اكثر العفو ابو امير صار فين اكثر من 90 مليار جماعه وهذا حال الكهرباء ماكو كهرباء والله ماكو والله نعم. استهدنا والله راح نهاجر من العراق كله بعد ما نريده الله نعم. احنا بشر احنا عندنا اطفال عندنا عوائل عندنا مرضى عندنا ناس شباب كبار يعني ما يفكر بروحه ما يفكر بهاي العوائل بالنريد ما يفكر فيه الله يعينكم الله يعينكم احنا نقول حسبي الله ونعم الوكيل عليهم حسبي الله ونعم الوكيل نعم معنا اتصال اخر ابو محمد من بغداد تفضل ابو محمد اخوي شوق عيني يا هلا بيك اهلا وسهلا بك يرحم والديك انا هم عندي شكوى على الكهرباء وعلى المي وعلى الوضعيه هاي التعيشه وهي مو بس بغداد كل العراق نعم يعني هذه الكهرباء يعني هسه احنا مجرد بارد ماكو صارنا ثلاثة أيام كهرباء ما عندنا يعني واير بارد ما يقدرون يشدونه ثلاثة أيام ها بيا منطقة بالضبط أبو محمد بيا منطقة بغداد الشعب منطقة الشعب بس بالله العظيم الصيانة يقولون إلا يدورون فلوس إلا فلوس يلا يجون وهم جاي يستلمون رواتهم غير موظف يجي أدي واجبه صارنا ثلاثة أيام كهرباء ما عندنا ولا مي ماكو كهرباء ماكو يعني احنا وين يعني حتى نوم ما نايمين نعم يعني وهالوضعيه ما ادري يعني شلون يعني شلون راح تصفي وين نروح لمن نسمع صوتنا ما ادري بعد انا هسه شفت قناه الرافدين وقلت خلينا نسمع صوتي لها هي القناه الوحيده اللي جالسه تنقل معاناه المواطن هذا واجبنا اخوي ابو محمد نعم تفضل بس يا اخي والله العظيم تعبنا من 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 هالوضعيه تعبنا يعني في كهرباء ومي ماكو يعني تعب وخوف يعني ماكو يعني يعني عايشين يعني كنا ما عايشين برابع احنا هسه يعني اذا تحكي يعني يطلعك لو بحثي لو يطلعك صدامي لو يطلعك داعشي يعني هسه ابو امير خابرنا من كربلاء ابو امير خابرنا من كربلاء ده يقول لك بعشرة محرم هاي الناس مئات الالاف جايه الى هذه المدينه في هذا اليوم يقول لك كهرباء ماكو شلون هاي يعني والله يعني صراحه لا ماكو كهرباء مي ماكو يفوق وحتى المي ما جاي نظيف التصور نعم تقبل له حتى المي ما جاي جينا نظيف يعني ماكو يعني هسه ابسط شيء جماعه يعني نخابرهم انخابرهم يعين وصاروا في الدلل أيه. وثلاثة أيام بارد ما عدة يشدونه وما بدأ يجون يعني شو شوي بعد ما بشي نسوي لهم والحكومة تحمل السوداني تطيع لها المواعيد وهالحكي يومية راح ننفذ لكم وراح
تسوي لكم وهي كلها شدد شدد. يعني ما هو يجيك رئيس وزراء من 2003 لحد الان انسان شريف ويشتغل عدل ويرضي هالشعب هذا المسكين. الله يعينكم. ابو محمد من بغداد كان معنا، ان شاء الله صوتك وصوت ابو امير وباقي الاخوه والاخوات يوصل الى المعنيين، ولو على قولتك انتهى صار لها 20 سنه الجماعه في هذا الملف. احنا بدنا نشعل الكهرباء، ماذا قدموا لهذا الملف بعد صرف كل هذه المليارات؟ عمار من بغداد معنا، تفضل عمار، مرحبا بك. الله يحفظك، مساء الخير والصحة والسلامة من قناة الحق، الله يحفظكم إن شاء الله. يا هلا بك، يسلمك، يا هلا بك، تفضل. أستاذ أنا اليوم على الله وعليكم، لأن أنا ناشدت قناة الشرقية وما خليت غير الله وأنتم بعد. ويا ريت تسمعني للأخير، الله يخليك. أنا اسمي عمار من بغداد، منتسب خبير متفجرات. يا هلا بك، تفضل. أستاذ الله يخليك، كان بال 2016 تزوجت. نعم. أنا بعيد عن الكهرباء وبعيد عن المية، إحنا ما تخلص، بس أنا بدي أحكي لك هذه بحياتي وموت شغلتي. نعم. وأنا أشهد الله وأنت، أنا خبير متفجرات، تزوجت بال 2016، ما صار بيناتنا دخول رسمي، زواجنا رسمي، اتطلقنا، أمها بالمحكمة قالت إلا أكسر رقبتك. صار حادث والدي انقتل، وتعرف دفنة، عفت الدوام، دخلوني هروب. ورا هاي قبل 20 يوم، قبل 20 يوم تبين علي دعوة خطف ومحكوم عليها إعدام شنقا حتى الموت. هاي أني. خاطف المن؟ ما اعرف هي امها الدعوه بالعظميه يم مقدم عبد الاله، وامها تعرف ضابط بالمخابرات مدري بالاستخبارات اللي قاموا عليه دعوه كيديه. وانا هسه ببغداد باليرموك، خلي يجي عمي اناشد مدير الاستخبارات مدير اي واحد، راح تقول له المعلومات منين جبتها؟ انا استاذ خابرت واستفسرت وعلي دعوة وأمر قبض، وأنا قاعد هسه حالياً قاعد ببيت، حتى قاعد أمشي بغير جنسية. زين، أنا رجال يتيم، وتعرف أنت الدعوات الكيدية إذا طب للسجن ما أطلع إلا الله يشوفها بعيني، الله إذا طلعت. زين، أنا خاف على نفسي. زين، راسلت وزير الدفاع، هيات المسجات كلها موجودة، مزر العلاق، تاد أنا منتسم هب منك، قايمين علي دعوة كيدية، قال اكتب لي التفاصيل وأنا أجاوبك. وراسلت مقدم حازم ابو المخابرات، قال عمار اكتب لي. زين عمار، انت هذا الشخص اللي انت متهم على اساس خاطفه، هذا عايش ميت وين؟ استاذ ما اعرف التفاصيل كلها. ما تعرف. امها؟ نعم، امها وابوها وهي اللي رايحين شاهدين علي. زين زين، انا استاذ اوكي زين، انا اوكي مسوي هالشغله، غير يجيني امر قبض الوحدتي البيتي. نعم. تبليغ اولاني، شلون عرفت ابتدائي؟ شلون عرفت استاذ؟ انا عرفت عن طريق مقدم، ما اريد اذكر اسمه، بالادله الجنائيه، قال عمار عليك دعوه ثقيله. قلت له سيدي شنو الثقيله؟ قال دعوه خطف وبهيئه عمليات بغداد، ودقيت اسمي بالجهاز السي ام سي، هم داقين معممين بجميع انحاء العراق. زين ليش الفقير هيك يصيرون بي؟ زين انت شلون حكمتني اعدام شنقا حتى الموت غيابي؟ شون؟ نعم. زين انا اناشد الدولة، اناشد الدولة. عندك عندك صورة من قرار القاضي؟ استاذ كل شيء ما اعرف على قضيتي، كل شيء ما اعرف. دقيته انا، رحت شفت اسمه جهاز السي ان سي، رجل شريف، وتعرف مو كل اصابعك سوى، رجل شريف وداني قاعد اشوف هذا اسمك من ضمن الارهاب، ترى انت المهم يعني التفاصيل هوايه يعني. فانا عن طريق قناتك اناشد عمي، انا عمار ما اريد اذكر لك حتى اسمي. انا اسمي عمار خبير متفجرات، وحتى قاعده القوت الجويه، رعي الهندسه، مستوى رابع. انت يعني الفتره اللي مضت الداون طبيعي؟ لا استقلت ورجعت، وهسه حاليا هم طلع اسمي، بس عليه امر قبض، يعني من اروح يلزموني؟ نعم. واذا اريد اروح يا استاذ، انت تعرف اللي ما عنده احد اللي بس الله، ترى بس الله، وانا رجال يتيم والله. والله يا عالم يتيم. زين، ومحكوم اعدام. يا دولتنا، يا رئيس الوزراء، يا مدير المخابرات، يا الامن الوطني، زين دز علي، انطوني الراي والامان، وتعالوا بعدوا قدامي بشوف ان ما خاطب شنو النسوان صارت. يا تجي جوا ضابط تعرفوا الاثنين ثلاثه تحكم وتطلع بكيفها، ما يصير هيك. هي هاي دوله بس على الفقير؟ الله يقبلها محمد. انا صار لي 8 اشهر 9 اشهر خاتل على شنو؟
ذاك اليوم يلا دريتان يا استاذ العزيز ذاك اليوم يا دريت اروح المركز العظميه يقول حنا دعوتك زين انت مقدم عبد الاله حصرا مقدم عبد الله هالي اناجدك بعافيتك وبشرفك وبعرضك زين على شنو محاكمين هيك الحكم هذا زين غير القاضي القاضي عنده دليل وبس استاذ ما اعرف بشهاده ما أعرف الشهود امها استاذ انا حتى قلت لك عنده مخاطر من ناشدت امها تعرف مقدم بالمخابرات يا اخي العزيز وقالت لك كسر رغبتك وفعلا كسرت رغبتي زين يعني ما يصير يا استاذ العزيز يعني انا متابع الاول بالاولانيات كلها وهسه دعوتي موجوده بهيئه عمليات بغداد زين نعم. الله عليك وبحليك زين انت الطاهر. انت انت كعسكري حكمك نعم. قاضي عسكري لو محكمه مدنيه محكمه هسه دعوتي طالعه بمحكمه الرصافه محكمه الرصافه يعني مدنيه لو عسكريه لا مدنيه استاذ مدنيه يعني انت كعسكري انت كمفروض عسكري تتحول اوراقك الى قاضي عسكري لو هذا ما معمول بالعراق والله العظيم والدليل باوعني والدليل سراج الاعلامي مال وزاره الداخليه انا راسلته قال عمار بالنسبه لك بالعسكري ما عندك شيء بالمدني رحت للمدني سالت تعرف اعرف ضباط ودون وجابوني المهم في سيارات وجيبوا ودي بالسيطرات قال عمار هذا اوتك شوفه وهذا اسمك داسي زين اروح للمطار دقوق اسمي اروح بالسيطرات مدقوق اسم اخر شيء ما اذكر لك اسمي قبل ثلاثة ايام بالقران وهذا شهر محرم وتراب امي وتراب ابوي قسما بالقران مقدم بادله الجنايه قال عمار من الاخير حتى لا تزعجني بعد قلت له قول سيدي قال عمار انت دعوتك خطف زين قلت له زيد انا ما خاطف يعني شلون اخطف هاي قال والله ما اعرف مرتك وامها اللي هم مسوين هذا الشيء علي زين وين دولتنا العزيزه اللي هي انا منتسب من 2009 وطلعت الجرف الصخر وقاتلت وطقت علي عبوه هي هاي المروه من دولتنا هي هاي المروه من دولتنا انا اناشد صوتك وهذا المفترض يعني ينفتح بتحقيق من قبل القضاء بهذا الامر عمار من بغداد كان معنا أنا أشكرك وإن شاء الله إذا بريء الله يفرج عنك في أسرع وقت أعزائي المشاهدين مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقة ونناقش معكم ملفات ولكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا برنامج أعمال وأرزاق يوثق الحياة اليومية للناس كيف بدأوا مشوارهم وما هي طريقة إدارة أعمالهم ويسجل لحظات النجاح والإخفاق التي عاشوها أعمال وأرزاق يأتيكم في الأوقات التالية على قناة الرافدين
اهلا بكم من جديد، معنا اتصال علي من كربلاء، تفضل علي. مرحبا بك علي، تسمعني؟ علي من كربلاء، يبدو اننا فقدنا اتصال مع علي من كربلاء. بحسب مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية الذي يصنف 180 دولة، احتل العراق المرتبة 157 عالميا في هذا المؤشر. وشهد العراق منذ 2003 وضعا اقتصاديا متقلبا، ولا سيما مع اعتماده بنسبة تزيد على 94% في موازناته العامة على مبيعات النفط. ورغم أن موازناته شهدت طفرة متزايدة منذ الغزو الأمريكي للبلاد، فإن هذه الموازنات المليارية لم تنعكس إيجابا على الوضع العام في البلاد. العام الماضي قالت مندوبة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت بأن الطبقة السياسية والحاكمة في بغداد فشلت حتى الآن في وضع المصلحة الوطنية فوق أي شيء آخر. وجاءت تصريحات المسؤولة الأممية أمام مجلس الأمن الدولي في اجتماعه الدوري لمناقشة الوضع في العراق لعام 2022، وشددت بلاسخارت على أن الفساد سمة أساسية في الاقتصاد السياسي في العراق، وهو جزء من المعاملات اليومية. ولست أنا من يقول كما هي تقول، بل أن ذلك أمر معترف به، كما تحدثت عن قطاع حكومي غير فاعل وهو متضخم يخدم الساسة للناس. وأضافت بأن المصالح الحزبية والخاصة تبعد الموارد عن استثمارات مهمة في التنمية الوطنية. حول موضوع الفساد تحدث ناشط عن فساد المشاريع في قضاء الخضر في محافظة المثنى، وطالب بتفعيل الدور الرقابي ومحاسبة الفاسدين. فلنتابع ما قاله هذا الناشط. والله ما أعرف ليش الشغل بقضاء الخضر تلزق، يعني ما جاي أفتهم ليش. ماكو مشروع اشتغل شغل مضبوط ومشى مثل ما هو ومثل الإجراءات المتبعة بكل مشروع، يعني كل شغل هو تلزيق وأذية وتعب وأذيته أكثر من فايدته. يعني ما معقولة جسر رفعتوه صار لكم ست شهر حطمت الولاية، دمرت الولاية. يعني هاي اليوم أنت متشوف هذا الشارع مع الأطباء والعيادات تتخبل، يعني تتخبل. شو المصيبة؟ كل الشوارع مسددة إطراب. يعني هسه أنتم الجسر بعد يتأخر سنة، ست شهور، سبعة شهور، ثمان شهور، شهر، يتأخر الجسر. يا أخي بلطي دم ما بعد الجسر. هاي الحفر اللي سويتوها المدر هاي يعني معقولة 500 متر أو 600 متر؟ يعني ما تقدرون تقدرون تسوون؟ يعني ليش المشاريع كلها تنزل؟ سويت تبليغ سوي منطقة ومنطقة، شارع وشارع، رصيف ونص رصيف، المكان يسوون به شغل ومكان والله ما كفت فلوسنا. ليش هذه المشاريع هنا تلزيق بالخضر؟ ليش يا اخوان؟ ليش يا حكومة المثنى؟ ليش؟ يعني شنو السبب؟ يعني هسه انتم يعني هذا منظر الشارع، منظر شارع العيادات، يعني منظر روحه. هو هذا الشارع الوحيد الرئيسي بالولاية، هو شارع رئيسي بس هذا 500 متر مساحة. هسه الجسر انشال، صاير ليش قد انشال؟ سأبلط هذا واشتغل بالجسر ذاك عساك بعد سنتين. على كيف؟ ما حد يقول لك، ما حد يلحقك. بس انت مو محطم العالم، مو مدمر العالم، يعني مو انت موقف حركة العالم. لا مريض يقدر يوصل، لا شارع سيارة تقدر توصل، بس تراب وبس حفر وبس نقر. قبل استكمال هذا الملف يعاود الاتصال بنا علي من كربلاء، أجدد الترحيب بك معنا علي، تفضل علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. اشتراكم عيني والله قبل شيء قطع الخطوات الكهرباء ستوى المفارد واحد الكهرباء المسؤول الحد الآن ماكو. يعني حتى لعب روح شحنة ما لها جبن ولد أنا شيء مستخدم وطفق لك اللي حارة تعمى. نعم. المهم أخذت من شوية الزيطات ويجبون يسردون من هالسوانيس واللباس أخذت من أدوي إذا ماكو كهرباء كلش كبش إذا ما قدرنا نسوي ذا خطية. أي والله خلي يستوردونها من الفانيس الآلات ويطلون الفيطات حتى تسوي لبه بالبيت. موجودة هالفوانيس والآلات بالعراق بعدها؟
ما قربا شمع ماكو؟ ما شيء معك بشيء معلم بقولك واحدة اثنين الله المعين. زين برأيك يعني يعني هاي قضية الكهرباء أبو حسين صار لها صار كل هاي السنين وهاي المليارات اللي انصرفت يعني معقولة ما يقدر يصلحوها؟ يا رب ما سينا صيحوها خلاهي جلس باش تبي تنجح فيها مولدة وشمرها وبارد بيتها وتغطي البطانية والفقير ما كيس بحد بحالة مساهي. نعم الفقر لا يهوم ايه ما بدي اسوقه هو مرتاح مع الدعاء قصدي شو يسوي لك يسوي لك خليك لك ايه الله المعين. يلا مشكور عيني حياك يا هلا هلا عيني علي من كربلاء كان معنا يا هلا بك اهلا وسهلا. ناشط اخر شكى من تراكم النفايات وسوء الخدمات والاهمال من قبل بلدية النجف كما قال، فلنشاهد هذا المقطع المتداول. هذا التصوير المرة الثانية من ناشدكم من شهر السادس والحد الآن لا واحد جاء ولا واحد وصل، يا ريت تجون وتسوون حل. هاي كل يومية احنا منظفين المجري، ماكو هنا من هولا ماكو، بس بنهاية الشارع نجف حي العسكر مدارس خلف سوق العسكر الجديد. على هاي الحالة هاي المنطقة كلها شبعت بهاي الريحة ونص البيوت شالت بسبب هاي الريحة، بسببها دولة الدجاج والقصاصيب. ناشط ثالث شكى من فساد تنفيذ المشاريع الخدمية في ناحية العباسية بمحافظة النجف، وأكد بأن هناك عمليات فساد تجري تحت غطاء استبدال المقرنص وللمرة الثالثة في أحد المتنزهات دون إنجازه بالصورة الصحيحة كما تحدث، فلنتابع. والله والله شكو مقاول بالعباسية ما يشتغل صحيح، أول شخص أنا أوقف ضده كان من يكون متنزه العباسية الذي حير العالم. شلون حير العالم؟ حير العالم بمقرنصاته للمرة الثالثة ينقل عن هذين المقرنصات. اول مره نشرت عليه وطلع الشغل غلط، اجى المقاول شال المقرنص. مره ثانيه همين الشغل غلط والشغل فاول هم من شان المقرنصات، ونتفاجئ هاي الحكي بالبلديه السابقه باداره بلديه العباسيه السابقه، حاليا همين تعجبنا هم من شان المقرنصات. ما نعرف المقرنصات من انشالن ندفع عن اموالهين. وعليكم السلام. ما ندفع عن اموالهين الا هو ما بي 100 متر مقرنصات انشال المقرنصات رجعن. والله فشله والله عيب عم بيها فشله بيها عيب. ذيك المره شكلت ذمه المقاول تذكرون بالفيديو السابق هو على موت هذا، وقلت له مشكول الذمه كل مقاول يدخل العباسيه ما يشتغل عمل ناجح. المقاول نفسيته مشكول ذمتك لان هذا انه مقرنصاتك انشالن هذاك الفيديو بالشتاء ورجع عن المقرنصات انشالا. ما نعرف العلة وين يا معودين. والله 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 شكو مقاول بالعباسية ما يشتغل صحيح، أول شخص أنا أوقف ضده كان من يكون. والله 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 قسما بالله إذا حكومة ما عدنا إحنا لازم نطلع ونصير إيد وحدة ونوقف شكو ضد شخص ما يشتغل للعباسية بصورة صحيحة. ولكم والله عب والله فشل مقرنصات ما دبرتوهين. قطعة نريد نشوف هسه قطعة هندسية للمقاول وينها مدة العمل مدة الإنجاز الشركة المنفذة على مود ننقدكم أو نصفق لكم إذا كان شغلكم بصورة صحيحة. ماكو والله ما تعرف المن السولف، بس بالله الكريم ما راح أسكت عن شكو شغل بائس بالعباسية ما راح أسكت. دعونا نتابع بعض التعليقات حول هذا الموضوع، موضوع الفساد في المشاريع. ضياء الحيدر يقول طريقة مشروعة للسرقة وبشكل أصولي ولك الله يا عراق. نبيل الجوفي يقول أين النزاهة والشفافية والقانون وما شابه ذلك من هذه المعاناة والمهازل؟ من خلال هذا الموضوع وجه كلامي للشرفاء والعقلاء والمثقفين حصرا لماذا ثم لماذا ثم لماذا السكوت عن كل هذه المعاناة والمهازل للشعب العراقي.
زين يقول الفساد بالنجف منتشر كلش، ولا حسيب ولا رقيب، يتساءل وين النزاهة وين الرقابة. تعليق آخر من محمد صاحب يقول لو تنفرض عقوبات صارمة بحق كل مخالف الكل راح تشتغل صح، بس مع الأسف طمطم لي وأطمطم لك. نذهب إلى ملف آخر وهو ملف أزمة الدينار العراقي. نعم، قفز سعر السوق للدولار خلال الأيام القليلة الماضية من 1470 دينارا للدولار إلى 1570 دينارا للدولار، وجاءت القفزة بعد أن أدرجت واشنطن 14 مصرفا عراقيا خاصا ضمن البنوك المحظور عليها التعامل بالدولار الأمريكي للاشتباه في غسيل الأموال وتحويل الأموال إلى إيران، وتم فرض الحظر من قبل وزارة الخزانة الأمريكية وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وتم الإبلاغ عنه لأول مرة من قبل صحيفة وول ستريت جورنال في 19 من يوليو. حول هذه الأزمة ناشط يتحدث عن أزمة ارتفاع الدولار أمام الدينار العراقي، ويحذر حكومة الإطار برئاسة محمد السوداني من تداعيات استمرار الأزمة دون وجود حلول لها. دعونا نتابع ما قاله هذا الناشط. وتوتر يعيش العراقيين نتيجة لأزمة الدولار، واللي زاد الطين بلة هي معاقبة الخزانة الأمريكية لـ 14 كشك وليس مصرف، والله العظيم مو مصارف، أكشاكة مهمتها تحول الدولار، والتاجر بالدولار صايرة تجارة، لهذا تشبحوهم والساتر الله من الأيام الجاية. وأحلى ما بالموضوع أنه يقول لك العقوبات قد تصل إلى البنك المركزي. جاي يسوون وين رايحين بالبلد؟ واللي استفز الناس أكثر بدل ما البنك المركزي يطمن العراقيين يقول لهم يابا الوضع بخير، العملة العراقية بخير، لا صحة للعقوبات الأمريكية على البنك المركزي، ينزل لنا مصرف الرافدين ببيان يقول اللي يريد يشتري عقار خارج العراق احنا نبيع للدولار 132 معاقبة. وهاي ال 14 مصرف اللي كانت تلعب بالدولار. دعونا نتابع بعض تعليقات حول موضوع أزمة الدولار والدينار العراقي. أبو باسم يقول حكومة فاسدة لا خير فيها، يقول أنا أتصور العراق مقبل على أزمة غلاء لا مثيل لها في البلاد. قاسم يقول لم تهتم الحكومة للشعب، مصالحهم وامتيازاتهم ورواتبهم الخيالية فوق كل شيء. أسامة يقول أحزاب وتيارات غير قادرة أن تتفاهم فيما بينها، فكيف تستطيع أن تدير اقتصاد دولة؟ أما أبو عباس فيقول فعلا الله يستر إذا ما يصير إصلاح مصرفي والتعامل بشفافية ومنع التهريب، الوضع مو زين. أنفوغرافيك، انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار ينعكس سلبا على الواقع المعيشي للعراق. دعونا نتابع هذا الأنفوغرافيك الذي أعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية. عاشوا السياسيين يدعون أفراد، شكرا من القلب
إذا بحكم الشعب العراقي المسكين. البنك المركزي من اللي يعينه؟ المجلس النواب، الحكومة من اللي يعينه؟ قوانينه يقولون مستقلة. ماكو شيء اسمه هذا خطأ شائع أنه والله قانونه مستقل. شنو مستقل؟ إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.